ابوي 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 متصاب بس ما الطيران الروسي الغاشم باستهداف سوق الأتارب للمرة الثانية بصاروخين فراغيات وتدمير محلات مثل ما كنتم شايفين وإصابة عدة أشخاص وتسعة شهداء وفي بعض منهم مجهولين الهوية مثل ما كنتم شايفين وما حدا بيعرف لسه المجهولين الهوية مين هن والله ومثل ما كنتم شايفين دمار هائل يعني في المكان.